بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة ماريا عضوة الجمعية المهنية للمقاولة النسائية، نحن في صدد مشروع مرافعة الجمعية المهنية للمقاولة النسائية، بحيث يعرفوا المغرب اليوم تطورات عديدة تهم مسألة التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، وكذا دعم المرأة من أجل ولوج مراكز القرار الاقتصادي والسياسي، وذلك عبر التعديلات والإصلاحات التي تعرفها بلادنا، وخاصة التعديل الذي يضمن تمثيلية المرأة في الغرف المهنية، بحيث تعتبر هذه المبادرة إنصاف للنساء بصفة عامة وللمقاولات والمهنيات بصفة خاصة، ذلك من أجل ترسيخ دعائم المغرب الديمقراطي الحديث تحت قيادة الشريفة للملك محمد السادس نصره الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.